ملف النازحين السوريين إلى لبنان يتفاقم، ولكن الحلول موجودة إذا بحثت الحكومة عنها. الخطوة الأولى ولو جاءت متأخرة كانت بالتوجه الأحد إلى الجامعة العربية لإيصال الصوت ووضع العرب أمام مسؤولياتهم، فكان تلمس للمشكلة في المداولات الجانبية والثنائية مع نبيل العربي والدول المؤثرة. ويبدو أن الوفد اللبناني أي وزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية عادا بانطباع إيجابي. حاليا نقوم بتسجيل 30 ألف نازح شهريا، المتوقع أن يزداد هذا العدد إلى 40 ألف نازح شهريا. توقعات الأمم المتحدة أن نصل إلى 425 ألف نازح بحدود حزيران العام 2013. هذا أمر يفوق قدرة احتمال لبنان. لذلك ما حصل بالأمس في جامعة الدول العربية من جهة لبنان أكد موقفه بحماية وإغاثة النازحين، وأنه لن يقفل الحدود ولن يرحل أي من النازحين، ولكن من جهة أخرى كان علينا بالأمس كدولة لبنانية أن نقرع الجرس أمام المجتمع العربي ليتحمل هذا المجتمع مسؤوليته مع لبنان. قطر، السعودية، الكويت، هناك مؤشرات إيجابية للوقوف إلى جانب الحكومة اللبنانية. ما ننظر إليه ونبني عليه هو المؤتمر الذي سيعقد في الكويت، الذي نأمل منه أن يكون هناك تخصيص حصة وازنة من المساعدات للدولة اللبنانية. وعدته أنه رح يخصص؟ في وعود إيجابية، نعم، في مؤشرات إيجابية. أبو فعور قال إن الحدود لن تقفل، ولكن هناك إجراءات سيادية يجب أن تتخذ للتدقيق في النازحين والداخلين، مثل الاعتذار من أي قادم من سوريا من مناطق آمنة، وأيضا التدقيق في من هم أصلا عمال سوريون منتجون في لبنان وعدم تسجيلهم كنازحين. ولكن ماذا عن إمكانية إقامة مخيمات منظمة مؤقتة على الحدود على غرار تركيا؟ حتى اللحظة إمكانية الاستيعاب في المجتمعات المضيفة لا تزال يعني تحتمل بعض الأعداد. يتم العمل اليوم على عدد كبير من المباني الخاصة التي يتم ترميمها أو يتم استكمال بنائها لاستعمالها لإيواء النازحين من قبل المفوضية العليا للاجئين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. إذا ما استنفذنا هذه الإمكانيات فأعتقد أنه خيار إقامة المخيمات سيكون مطروحا على الطاولة، ولن يكون بإمكان أحد الهروب من هذا الخيار. يبقى أن هناك إشارات إيجابية أيضا من دول غربية أبدت استعدادها للمساعدة بناء على خطة تقدمت بها اللجنة الوزارية المختصة.